تسحبنا إلى دار الندوة؟ فقد افتقدنا صحبتك. لا بأس، ولكن الآن في مشغلة. ما بال أبي بكر قد هجر مجالسنا منذ حين؟ كأن أمرا عظيما قد أهمه فهو يكتمه عنا. أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة القرشي، وهو أول الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورفيقه عند هجرته إلى المدينة المنورة، ويعد من خير الناس بعد الأنبياء والرسل، وأكثر الصحابة إيمانا وزهدا، وأحب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعادة ما يلحق اسم أبي بكر بلقب الصديق، وهو لقب لقبه إياه النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة تصديقه إياه. وولد أبو بكر الصديق في مكة بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وكان من أغنياء قريش في الجاهلية. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم دون تردد، فكان أول من أسلم من الرجال الأحرار. ثم هاجر أبو بكر مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وشهد غزوة بدر والمشاهد كلها مع النبي. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أمر أبا بكر أن يأم الناس في الصلاة، وتوفي النبي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 11 للهجرة، وبويع أبو بكر بالخلافة. فبدأ بإدارة شؤون الدولة الإسلامية من تعيين الولاة والقضاة وتسيير الجيوش، وارتدت كثير من القبائل العربية عن الإسلام، فأخذ يقاتلها ويرسل الجيوش لمحاربتها، حتى أقبع الجزيرة العربية بأكملها تحت الحكم الإسلامي. ولما انتهت حروب الردة بدأ بفتح معظم العراق وجزءا كبيرا من أرض الشام، وتوفي أبو بكر يوم الاثنين من السنة 13 للهجرة، وكان عمره 63 سنة، فخلفه من بعده عمر بن الخطاب. وقد سأل أحد الناس أبا بكر: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال: أعوذ بالله. فقيل: ولما؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته. كما روي أن أبا بكر لم يسجد لصنم قط، فقد قال أبو بكر في مجمع من الصحابة: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب. فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجدني. فألقيت عليه صخرة فخر لي وجهه.
وكان إسلام أبي بكر وليد رحلة طويلة في البحث عن الدين الذي يراه الحق والذي ينسجم برأيه مع الفطرة السليمة ويلبي رغباتها. فقد كان بحكم عمله التجاري كثير الأسفار، قطع الفيافي والصحاري والمدن والقرى في الجزيرة العربية، وتنقل من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، واتصل اتصالا وثيقا بأصحاب الديانات المختلفة وبخاصة النصرانية. وقد كان أبو بكر يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة عميقة في الجاهلية، وكانت الصلة بينهما قوية. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الناس. فقد اشتهر أبو بكر في الجاهلية بصفات عدة، منها العلم بالأنساب، فقد كان عالما من علماء الأنساب وأخبار العرب، وله في ذلك باعا طويلا جعله أستاذ الكثير من النسابين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. وقد ارتحل أبو بكر للتجارة بين البلدان حتى وصل بصرى من أرض الشام، وكان رأس ماله 40,000 درهم، وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم عرف به في الجاهلية. وبعد إسلام أبي بكر بدأ يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فانطلقوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا. ثم جاء بعثمان بن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم فأسلموا، كما دعا أبو بكر أسرته وعائلته فأسلمت بناته أسماء وعائشة وابنه عبد الله وزوجته أم رومان وخادمه عامر بن فهيرة.